كانت فكرة العودة إلى المكان تراود الدكتور رفيع غباش لمدة، وعندما نقول المكان فإننا نعني الأحياء السكنية القديمة التي عاش بها أهالينا في الماضي، وبتحولهم من المكان كادت أن تتحول ملامحه وتتغير هويته، وبالتحديد سوق الذهب في منطقة ديرة في دبي الذي كان يسمى بسكة الخيل، والذي قررت أن تعيد أحياء جزء من ذاكرة هذا المكان وعبق روحه من خلال مشروع ثقافي يقصده المواطنين والمقيمين والسياح. فبدأت رحلة البحث عن أحد البيوت القديمة لتكون بداية الرحلة، فوفقت في العثور على المكان، وشاءت الأقدار أن يكون لهذا البيت قصة أصبحت نقطة تحول للمشروع بالكامل. فكان البيت الذي اخترته الدكتورة رفيعة صدفة يطلق عليه في الماضي اسم بيت البنات، فجاءت فكرة متحف المرأة، وهو خير ما يمكن أن يضيء على تاريخ المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويغير تلك النظرة النمطية غير المحقة التي يتبناها البعض عن المرأة. تطورت فكرة المشروع الذي كان دافعه الكثير من الحب والشغف والإيمان والعمل، فأصبح متحف المرأة اليوم مركزاً ثقافياً توثيقياً وحيوياً يهتم بتاريخ المرأة في الإمارات وحاضرها وكل ما يتعلق بجوانب حياتها من فكر وثقافة وفنون وآداب ونمط وطقوس حياتها اليومية. في مدخل المتحف تجد جدارية ذاكرة المكان التي تحمل مجموعة من صور شخصيات إماراتية حاضرة في ذاكرة أبنائها وبعض مقتنياتها الشخصية، وكأنها تمهد للزائر دخوله إلى زمن آخر جميل. القاعة الرئيسية لمتحف المرأة تجسد جانباً رئيسياً لدور المرأة الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والحركة النسائية بشكل عام، وتفاصيل تاريخ المرأة الإماراتية من الجوهر وحتى المظهر، وهذا ما يبدو واضحاً في الأعمال الفنية الموجودة في غاليري بيت البنات لفنانات إماراتيات وخليجيات، كما يحتفي المتحف بقامة شعرية استثنائية، وهي الشخصية النسائية الإماراتية الأبرز في عالم الشعر، الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي فتاة العرب، التي تتمتع بمكانة رفيعة المستوى في تاريخ الشعر والأدب في منطقة الخليج والوطن العربي. ومن منطلق الحرص على استمرارية تعزيز دور المرأة، يضم المتحف مركز دراسات المرأة، خصصت فيه مكتبة تحتوي العديد من المؤلفات الفكرية والأدبية والعلمية لكاتبات إماراتيات، بالإضافة إلى ما ينظمه المركز من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل. كانت الفكرة أني أقدم نساء بلدي كنماذج لتمكين المرأة على مستوى العالم مش على مستوى الإمارة فقط. متحف المرأة هو مرجعية لكل زائر ومقيم للتعرف على ما أنجزته المرأة في دولة الإمارات، وخير دليل على أن ما تتمتع به بنت الخليج من تمكين وعلى عكس ما يدعيه الغرب لا يتحقق إلا من خلال ثقافتها ودينها وانتمائها لمجتمعها. وكما حفظ المتحف للجيل الأكبر حقه، فهو أيضاً يقدم رسالته للجيل الجديد ليقدر ويثمن ما لديه من تاريخ مضيء.